اليومين دول شواطئ وجزر البحر الأحمر بتشهد عودة السلاحف البحرية في تقليدها السنوي، وبتخرج من الأعماق للشواطئ الرملية عشان تعشش، وعشان كمان الوضع البيض. الموسم ده بيبدأ في شهر مايو وبيفضل مستمر لحد شهر أكتوبر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الظاهرة دي مع دكتور محمود معاطي، مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغداء. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا جمانة، صباح الخير على مصر كلها. يعني ظاهرة بتتكرر في تقليد سنوي، السلاحف البحرية بتعود مرة أخرى إلى الشواطئ لوضع البيض. حابين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الظاهرة بشكل علمي. السلاحف البحرية، أولا في 8 أنواع من السلاحف البحرية مسجلة عالميا، في 5 منهم موجودين في البحر الأحمر، 4 منهم موجودين على الساحل المصري، هي السلحفة الخضراء وكبيرة الرأس وجلدية الظهر ومقرره الصقر. السلاحف عندها خاصيه الجي بي اس اللي هي العوده الى مكان ولادتها. يعني السلحفه بتطلع تبيض في المكان اللي فقست عليه، الجزيره اللي فقست عليها. دي حاجه. السلاحف اللي بتظهر على الشواطئ لوضع البيض والتعشيش هي كلها من سلاحف الاناث، الذكور لا تصعد الى الشاطئ. السلاحف بتظهر في الليالي القمرية من شهر 5 لشهر 10، شهر مايو شهر أكتوبر، علشان تضع البيض، وبتضع البيض على عدة مراحل، بمعنى الأنثى بتعمل حوالي 8 عشاش، يعني بتطلع تبيض حوالي 8 مرات في يعني إناث السلاحف بس هم اللي بيطلعوا أو بيظهروا على الشواطئ، بيطلعوا من الأعماق إلى الشاطئ، هم فقط إناث السلاحف، صح كده؟ بالظبط، لأن السلاحف من الزواحف البرمائية اللي بتستخدم الشاطئ لوضع البيض فقط، إنما عمليات التغذية، عمليات التكاثر، الحياة كلها بالنسبة لها موجودة في البحر. فإناث السلاحف فقط هي اللي بتطلع على الشواطئ لإتمام عملية التعشيش البيض. وفترة التعشيش دي قد إيه يا فندم؟ فترة التعشيش بتبقى زي ما حضرتك قلت كده استاذ جمانة، من شهر بداية من شهر 5 كده بتستمر لغاية شهر 10، حوالي الأربع شهور دول بتطلع فيهم السلحفة حوالي من 6 ل 8 فرات علشان تضع البيض على الجزر الرملية. طب يا فندم، يعني برضو حابين نعرف من حضرتك فكرة السلاحف تخرج على الشواطئ، دي بيكون ليها مخاطر، هل في قوانين اصلا بتمنع صيد السلاحف ولا لا؟ مصر موقعه على اتفاقيه سايتس الدوليه اللي هي اتفاقيه حمايه ومنع صيد السلاحف البحريه المعرضه للانقراض. ففي عده اتفاقيات بتهتم بحمايه السلاحف. الجزء الثاني من السؤال، ليه السلاحف بتطلع على الشاطئ عشان تبيض؟ لان السلاحف البيض بتاعها جلدي مش زي بيض الفراخ صلب. المتعرض لمياه او لو تعرض ل حتى لمياه الامطار او لو اي حد رش ميه فالبيض بيفسد، فلازم تحطه في منطقه جافه. علشان كده السلحفه البحريه بتطلع على الشط، بتبعد عن الشط بمسافه عشان يبقى بعيد عن تاثير الامواج، وبتحفر حفره عمقها 50 سنتي وبتبدا تضع البيض، تحفر حفره الاول تستوعب جسمها بالكامل، وبعدين بتحفر حفره جزئيه على شكل جره تحط فيه البيض. السلحفه في الموسم بتحط من 50 ل 200 بيضه، وبعدين بتردم على البيض وبتبدا تعمل تمويه لشكل العش، انها بتنثر عليه الرمل بالارجل الاربعه. بالنسبه للمخاطر اللي بتتعرض ليها صغار السلاحف، البيض بتاع السلاحف العش البيضاوي بيفقس كله في وقت واحد، وبتبدا السلاحف الصغيره تحفر في الرمل علشان تصعد للسطح، وبتتجه ناحيه البحر اعتمادا على ضوء القمر. دي فيها يعني فيها احد المخاطر، ان الاضواء اللي موجوده على الشاطئ احيانا بتجذب صغار السلاحف، فبدل ما بتتجه للبحر تبدا تتجه للشط وتموت. المخاطر الاخرى اللي بتتعرض ليها صغار السلاحف،
الحيوانات المفترسه اللي موجوده على الشط، سواء كانت ثعالب، سواء كانت طيور نورس مثلا، طهور، احيانا السرطانات بتهاجم صغار السلاحف وبتاكلها. ده بالنسبه للمخاطر اللي موجوده على الشط. المخاطر اللي موجوده على البر ان السلاحف اول ما بتفقس بتبقى ضعيفه. جميل. وفي الشهر الاولاني او الشهور الاولانيه بتبقى مش قادره تعوم بكفاءه كامله وبتغطس بسرعه هربا من المخاطر. بتتعرض طبعا لهجمات الاسماك المفترسه. مخاطر كتير بالنسبه للسلاحف. دكتور محمود، حابين نعرف حتى الساده المشاهدين، السلاحف البحريه دي ثروه يعني بيئيه وبيولوجيه مهمه جدا، يعني موجوده في سواحلنا في البحر الاحمر، ازاي يمكن استثمارها سياحيا؟ يعني في ناس عندهم هوايه الغوص والتصوير تحت الماء وتصوير حتى هذه الظواهر البيئيه على الشاطئ، ازاي ممكن يعني ظاهره زي دي استثمرها سياحيا برايك؟ السلاحف ليها دور في السياحه زي ما حضرتك قلت، في ناس كتير بتحب تتفرج على السلاحف. بالاضافه الى ان السلاحف خاصه السلاحف الخضراء بتتغذى على الطحالب اللي بتنمو على الشعاب المرجانيه. بتساعد على الحفاظ على بيئه الشعاب المرجانيه، وبالتالي بيئه الاسماك الملونه اللي عايشه او المنظومه كلها اللي بتعيش حوالين الشعاب المرجانيه اللي هي جاذبه اصلا للسياحه. جميل. بالاضافه لمنظر السلاحف اصلا صحيح مثير، لان وجود كائن بالحجم ده بيعوم ويغطس ده بيبقى مثير للدهشه وبيلفت الانظار. جميل. بالاضافه ان بيتم عمليه عمل حواجز للاماكن اللي السلاحف بتبيض فيها للحفاظ على عمليه وضع البيض والتعشيش. ومعلومه بس اقولها للساده المشاهدين، ان 3% من كميه السلاحف اللي بتفقس من البيض هي اللي بتوصل للحجم البالغ. يعني كل 100 سلحفه فقست بينجو منها 3 يوصلوا لحجم النضوج الجنسي. بالاضافه الى انها بتوصل للنضج الجنسي في عمر من 15 ل 20 سنه. في بعض الانواع بتوصل ل 30 سنه. هي ثروه نادره يجب الحفاظ عليها، لان هي مصدر جذب سياحي، هي عنصر في السلسله الغذائيه البحريه اللي لو حلقه اتكسرت منها السلسله كلها بتتكسر. احنا بنشكرك دكتور محمود معاطي على كل هذه المعلومات، يعني عالم جديد ومعلومات جديده ومهمه حول السلاحف البحريه وهذه الظاهره الخاصه بخروجها على الشاطئ للتعشيش. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود معاطي، مدرس الاحياء البحريه بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقه.